قصبه ويا العليق يا ديك السوار البليق وفين وفين بالرج وادي يا وادي يا وادي الحلوق وادي يا وادي يا وادي سبوق قصبه ويا العليق يا ديك السوار يا ديك السوار يا ديك السوار يا البليق. قصبة مهدية معلمة أسوارها تحكي تاريخها وبؤسها يجسد حاضرها. توجد قصبة مهدية على بعد 12 كيلومتر من مدينة القنيطرة، موقعها استراتيجي ويطل على مصب نهر سبو. هذه 50 سنة لم تشهد القصبة أي إصلاح يذكر، وهذا أدى إلى تدهور معالم القصبة، ونحن الآن نخشى عليها من الاندثار أو من فقدان عدد من المعالم. يعني ما كاينش لا ترميم. الحالة الآنية للقصبة تترجم الإهمال الذي تعيشه والذي ساهم فيه العديد من العناصر. المهدية خصها تبقى على الطبيعة ديالها اللي هي عليها الآن إلى أن تقام هذه الدراسات وهذه الحفريات لاستخراج التاريخ والأسرار ديال المهدية. غتبقى ديما راجعة باللور، كنت نشوفها بواحد الوقت قبل هاد الوقيتة هادي، كنت نشوفها بواحد المنظر زوين على هاد المنظر، وغادوش تتخيل. ما عرفته في وزارة الثقافة أن تضع لوائح للمآثر التي في المستقبل ستعمل على ترميمها. وفي سنة من السنوات مع اتصالي مع الوزير آنذاك قال لي أن المهدية مرتبة في مرتبة 16، وبقات في هذه المرتبة إلى اليوم. وكانت رمت وقارها بحال الرباط بحال الدار البيضاء بحال مراكش بحال أكادير بحال فاس بحال مكناس. إيه مهدية تستهلك وتدمر، وهذا الشيء يؤسف له. كيجيو بعض النماذج لهنا اللي ما كيحترموش النظافة ديال المكان، وكيجيو كيستعملوا شي مسائل وتيخليوا المخلفات ديالهم وراهم، ما تيهزوهم ما تيديو معاهم فيما كاين شي حاجة كيلوحوها. سيفت بل ما كاين نظافة، ما كاين حتى شي حاجة اللي غادي ينهي الناس عليهم، وخلي اللي جاب شي ميكا كيلوحها هنا ومشي. برج اللقلق جزء من هوية وذاكرة سكان العرائش. أبوا أن يستسلموا أمام حالته المتردية،
وحاولوا إخراجه للوجود عبر مبادرات ساهم فيها مجموعة من الفاعلين. البرج هذا نقدر نقول أنه مكتسب، مكتسب للمدينة. من يخرجوا الإسبان من هو مشدود، ما كانش كان مهجور، ما كانش بحال اللي كيتعرف دابا. مدة سنين هو كيتراكم هذاك الوساخنة ديال الطيور اللي كانوا هنا، ديال ديك الخفاش، كاين ديال الحمام، كاين حيوانات أخرى، بالزبل ديال الناس اللي كتسيب كتصطاد فين تخبع الزبل ديالها. هنا كان تقريبا واحد متر كالك ديال الزبل، كنا مثلا كتقدر تقيس ديك السقف. وحنا الدري دحاو ما نوضناه برئاسة واحد الرئيس رامي الله يرحمه، دريس الرامي، أسسنا واحد الجمعية الأولانية باش كتحمل اسم جمعية برج العقلاق. خاصو واحد الميزانية اللي إلا بغيتي تقول غير إخراجه للوجود، ماشي الترميم، لأن الترميم خصو مواصفات تقنية ومعمارية خاصة وخصو مبالغ مالية كبيرة. في الوسط ديال البرج كان خدمة الحومة كاملة، يعني الحومة كاملة، زعما الطاقات الشباب كلشي خدم تمايا. فجبت ديك البرويطات اللي عندي، البلاط، كرباشات، فيسان، عتلات، تولي مويان، فهمنا ديك تويوز الماء، جبت كاع اللي عندي في الدار، حتى ديك البوطات اللي كيخدموا بهم في الغرصة جبتهم عطيتهم الإخوان باش جينا نقيو هنا. فكنا كنقيو هذاك الزبل هذاك من 10 الصباح إلى حتى كتغرب الشمس. كانوا كيخرجوا الزبل بالبلاط، يعني الجبولة ديال الزبل بنادم كيتمشى فوق منه، يعني واحد العمل اللي هو جبار قاموا به. يعني مي حفرنا وصلنا جبرنا الأرض، كانت واحد الحفلة واحد لافيت كبيرة هنايا بالنسبة للعمال ولا بالنسبة للمتطوعين الجمعويين وداكشي. بالنسبة للمعيقات اللي كنشوفوها ديما كتعيق أي شي واحد كيجيو هنايا للقصر باش يديروا شي نشاط، ديما تيرفضوا ليهم، واخا هما جمعيات، واخا هما ماذا بك بحنا فينا ما جمعيه ما والو. كيشوفوا بان هذاك المرفق يعني ما كيبغيوش شي حد يدير ليه زياره، لانه بصح غياب التام ديال الصيانه ديال هذا المرفق هذا. القصبار عندها واحد القيمة كبيرة هنا في قنيطرة، وعندها تاريخ طويل وكبير، حنا ما مستغلينهاش، والجهات المعنية ما مستغلهاش. حطينا طلب وبالفعل ترفض لأسباب مجهولة ما عرفناهاش لحد الساعة. مسؤول المكان اللي قلب فيها كيجيو يشوفوها من برا ويدخلوا بحالهم يشوفوا بحالهم. بعد إخراج برج اللقلق للوجود بإزالة الأزبال منه، كان لابد أن يرجع للحياة، وقد عرفت هذه العملية عدة مراحل. تفركت كل شيء، تشعثرت الجمعية، ما بقاني رئيس كما الله يرحمه، بقى البرج هيدا عامر يعني بسكيرية، فهمتي، قطع الطرق، يجريسي بنادم في الشارع يدخل تخبع فيه هنايا. نضنا عاوتاني طرحنا نفس المشكل، ما يمكنش البرج يبقى إذا كيضيع باطل باطلا، فهمتيني. نضنا عاوتاني أسسنا جمعية أخرى هي دابا جمعية القصبة. هادوك بتعاون مع مجلس بلدي خصوا واحد الميزانية، كانت ميزانية ديال التيفيا، خصوا واحد الميزانية اللي إلا بغيتي تقول غير إخراجه للوجود. الإخوان في الجمعية بالأطر ديالها بالطاقة الشابة ديالها بكلش، خذات على العاتق ديالها أن تحرص هذه المعلمة التاريخية تطوعيا. كان نقيوه، كان هذا، كان عدلوا الباب، دخلنا له الإنارة، درنا واحد مجموعة ديال ليزاكسيون اللي ولا مفروض عليهم بزز منهم أنهم يتعاملوا بشكل إيجابي مع هاد المبادرات.
حنا يمكننا نقول الان ان المحافظه على البرج بشكل 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 مباشر هي تتم في حقيقه الامر من طرف هذا المجتمع المدني وخاصه الفئات الشبابيه. فجمعيه القصبه هي تقوم بالنظافه وبالحراسه في البرج ديال القلق، الجمعيات ديكسا والجمعيات عرائش المدى والجمعيات اللي تشتغل تما هي اللي تقوم بهذه العمليات هذه. اذا هي تساهم مساهمه فاعله ومساهمه مباشره في الحفاظ على هذا التراث، بالاضافه انها يكفي انا بالنسبه لي ان الشباب الان اصبح عنده هذا الوعي بانه pour s'approprier sa culture et pour s'approprier son patrimoine. يعني الناس وعات بشنو الاهميه ديال ليسباس ولا الفضاء العيش المشترك ديالهم وعطات قيمه لهذا الاثر. لان لقينا هذه الامكانيه متاحه، ماشي ساهل، شي حاجه كبيره انك تلقى فضاء بديك الشكل هذاك مفتوح. الإيمان الذي تعيشه القصبة كان وراء ظهور مشاكل من نوع آخر، وهو ما ساهم في تسريع اندثار هذه المعلمة. أي حاجة بغيتي ديرها في القصر غديرها. ملجأ للانحراف والأشياء لا تليق بهذاك المرفق. بعض الأعمال اللي كتكون هنا كيقوموا بها بعض الشباب اللي هي خيبة بين قوسين الكريساج. من بعد المرات دابا تلقوار مابقاش لي فاكونس، مابقاوش يجيو على ود المحاولات الاولى في القصر، ما كاينش الامن. هاد المنطقه كامله شي قصبه قداش كامله ما كاينش بوست ديال الجندارم. عدد من الابواب ضاعت، وعدد من الاشياء بفعل تجني زوار يسميناهم زوار. هناك من يكتب، هناك من سرقوا حجره ياخذوها معاه، لان هذا الموقع غير محروس بالشكل الذي ينبغي ان يكون عليه. الباب تسرق بهذا المعنى. والعساس غادي يجي لهم العساس غيحديهم بالليل. حيت كنفكر انا في هذا المحل هذا خصو يكون محل اللي هو كيجمع هاد الشباب ديال العرايش اللي هما كيطمحون واحد الهدف ثقافي او فني. فغيه فضاءات بطبيعه الحال بالعروض وداك الشيء، ولا كفضاء ثقافي. النهار اللي بديت عرفت الموسيقى وبقيت كنمارس الموسيقى مع الدراري صافي جبرت هذه البلاصه اللي انا ارتاح فيها. نلعب في واحد اللوكال اللي هو بويسون قديم، فهمتيني، اتاري، كتحسبو بحال ديالك. هو كفضاء اللي كيعطي بزاف الموسيقي باش يخرج ديك الشيء اللي عنده. يعني البرج دائما كيبقى عندنا بالنسبه لينا مدرسه. هذا هو الشيء اللي عطينا احنا للقصر، تنطلعوا تقصروا فيه. موقع بالنسبه للانسان اللي تيكون عنده ولع وعنده اهتمام بالاداب وبالفن لا الرسم ولا الشعر، يعني هي كتوحي لك بهذه الملهمه. مقر يعني كنجمعوا فيه كاملين الموسيقى، ممكن تقام به عروض فنيه موسيقيه، ربما نديروا فيه عروض مسرحيه. هو مهيئ او مستعد لقبول هذه المسائل. وانا شخصيا يعني كتبت مجموعه ديال الاعمال ومجموعه ديال الاشياء اللي كتبتها بالفضل ديال المهديه. المهديه شيء رائع جدا.
الاستقلال بطبيعة الحال انتفى الغرض العسكري لهذه المعالم وستصبح يعني عبارة عن معالم للذكرى ومعالم سميتو. ولكن هذا هنا في تجي المبادرات الآن اللي كاينه باش أنه هذه العمارة العسكرية بما أن الدور الأساسي ديالها انتفى يعني انقضى لأن ما بقاش الآن الدور ديالها للتحسينات هذه أنها تعطاها وظائف جديدة وهي وظائف ثقافية ووظائف اجتماعية ووظائف في مجال خلق واحد الحركية ثقافية ديال الإبداع وديال الفن بشكل عام. كتنظم أنشطة ثقافية داكشي ما كتمشيش تسكري قاعة ما كتمشيش دير مثلا في دار الشباب أو في هذا وإنما كتجي لهنا وكدير لي زاكتيفيتي ديالها. البرج دابا منظف فهمتي عامر الدراري نقيين كنديروا أنشطة كنديروا سهرات الصيفية كانوا كيدوزوا فيستيفال هنايا. شاركت كذلك في مهرجان القيطارة والغناء هنا في برج الأقلاق شاركت مدة سنتين وشاركت بالفرقة ديال اللي كنشتغل معها ديال الأطفال. البرج يحتضن الآن بصفة قارة وكل سنة مهرجانين سنويين يعني هو مهرجان المسرح الذي تنظمه جمعية ليكسا للمسرح بالعرائش وأيضا مهرجان الجيتارة الذي تنظمه جمعية عرائش المدى. التي أرجعت للبرج كانت وراء ظهور تجارب ببعد عالمي أشرك فيها شباب من دول أخرى. تجربة العرائش تتحرك هو ملتقى كيف سبق اللي قلت لك ملتقى ديال الشباب ما بين الضفتين يعني شباب من المغرب وشباب من إسبانيا. موسيقى actividad de cooperación entre dos cultura muy cercana. Se planteaban varios objetivos. Uno de ellos era la revitalización de la castillo de las cigüeñas. كنا كنستغلوا الفضاءات ديال البرج في معارض معارض ديال رسومات الأطفال في ورشات في نقاشات. El espacio patrimonial es una gran riqueza y una gran oportunidad para la gente que vive cerca de él. Vamos a hacer un puente de Tánger a Tarifa. Para que puedas pasar sin tener que pagar, para que puedas pasar sin ser ilegal, sin ser ilegal, sin ser ilegal, sin ser ilegal, sin ser ilegal. Esto, grupo de gente, mucha energía y ganas de hacer cosas en espacios que son patrimonio físico y cultural. Se ponen a trabajar asociaciones de Sevilla y de Kenitra y Larache juntas, donde se han creado varias jornadas, varios encuentros. Kenitra se mueve, ha nacido gracias a Larache se mueve. El área está haciendo, o Kenitra más de lo que está haciendo. الإصرار على بث الروح في جدران برج الأقلاق ومكانته الكبيرة عند ساكنة العرائش كان وراء استمرار قلبه بالنبوغ. La casa de las cigüeñas de Larache para mí es la magia de la música en Larache. البرج هو جزء من
من الحياة اليومية ديال السكينة ديال المدينة العتيقة وجزء منها حنا ككل. البرج عشت فيه الحب، قصة ديال الحب مع المرأة ديالي اللي عندي دابا، الوغ البرج شي حاجة كبيرة بالنسبة لي. برج ذاكرة ديال العريشيين، ومي كنقولوا الذاكرة ما هيش ما كنقصدوش الماضي دائما، إنما كنقصدوا ذاكرة المستقبل، واللي ما عندوش ذاكرة بطبيعة الحال ما عندوش مستقبل. رغم محاولات إبقاء برج اللقلق قيد الحياة، غير أن أثر الطبيعة سيكون أقوى في ظل غياب استراتيجية تحمي تاريخ وهوية الساكنة المحيطة به. الأمطار اللي كانت هذه السنة وكانت يعني قياسية بالنسبة للعرائش خلقت بواحد مجموعة من الأضرار، وخاصة الشقوق اللي هي عميقة، والآن أنا أتخوف باش أن هذه الشقوق تؤدي إلى انهيار جزء من هذا البرج. مجموعة ديال المرافق هنا هي آيل السقوط حقيقة، أن بحالة يرتلها. كنت فواحد البلاصه هيدا مع شي اسباني واللي كنشبروا واحد الدجاجه، ما كاملة شي 5 دقائق راه واحد الطرف ديك الجيه اللي كنت فيها هنا كنشبر في ديك الفروج. هاد السنه هادي كنظن بان ما غادي تقامش حتى شي تظاهره في البرج الناحيه ديال اللي عندك الدار هنا، مهرجان المسرح ومهرجان الموسيقى. كنظن بلي هاد السنه ما غادي يكونش، ولكن المبررات اخرى، لان البرج اي للسقوط خصو يعني يتم الترميم ديالو. هذا برج المستقبل ما كنظنش غيبقى برج نهائيا، لان كيما وقع عند واحدين اخرين اللي ما انداتروا غينداتر حتى هو واحد الوقت. برج منا وحنا منه، وخا عليكم جدد غنجيو الباب ديالو وغنجلسوا، لان حنا ما حتى شي بلاصه ما كتوزنا بغير البرج. Frase es el, la posibilidad de recuperar la identidad cultural de Kenitra. انا نقدر نلخصها لك غير في كلمه، احب مهدي. قيمتها كبيره واني مفرطين فيها. وهلا لا 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 وهلا بوي العالية فين مشاو مالك؟ توقعت تفوق تغسادي تفوق تصوب دي توقعت تفوق تغسادي تفوق تصوب دي هلالا ليلالي وهلالا ليلالا وهلالا فرخانتي فرخين هاتندي يوين الخير في سنة اللاز فرخانتي فرخين هاتندي يوين الخير في سنة اللاز وهلالا
تفوق تغسل.